هذا القانون قرا بالقراءه الثانيه واكيد تم التصويت عليه، وراح يكون تاريخ النشر الاداريه اتوقع الرسمي حيز التنفيذ لهذا القانون. فالتعديلات اكيد يعني يحتاج لها الى رؤيه مشتركه من البرلمان وتوقيع برلمان جديد على القانون، اذا ظهر في بعد فتره من الزمن اشكاليات بالتنفيذ او يحتاج بعض الفقرات الى تجديد عقوبات او غير ذلك. هذا القانون مثل نقله نوعيه نحو توحيد الصف بقرار موحد لا خلاف عليه. يعني لا ابالغ حينما اقول انه هذا القرار لربما القرار الوحيد اللي اصطفت كل اطياف الشعب العراقي على اقراره، وتم اقراره ابدا. القراءة الأولى كانت كل الآراء مسموحة وكل الآراء سمعت وأخذ بالكثير من الآراء، سواء من ناحية التعاريف سواء من ناحية التعديلات. لجنة قانونية هي مو لجنة التيار الصدري حتى تكون واضحة للعلم، كل ممثلين عن الكتل السياسية الكل موجودين بهذه اللجنة. نعم. وتم مناقشتها وتعديلها قبل طرح القانون بيوم.